هاخد اخر اتصال معايا، هذا اخر اتصال جهاز صدقوني، اخرى. معنا اخر اتصال. الو، ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا في استراليا، اهلا وسهلا. بقالي حوالي 6 شهور، وفي 6 شهور دولت انا شفت فيهم حاجات يعني يعتبر شيبتني يعني. انت بقالك ست شهور في يعني استراليا فقط، نصف عام فقط في استراليا؟ وقررت ارجع، قررتي كمان ترجعي بسرعة كده؟ قررت ارجع ليه؟ عشان كل يوم بقعد فيه رجلي بتغرس فيه اكتر، كل يوم انا بقعد فيه بخسر فيه ولادي اكتر، يا كل لطيف. يوم انا بقعد فيه بشوف نماذج قدامي ما اتمناش ان ولادي يوصلوا لها. يا لطيف. حقيقة انا ببيع ولادي، يعني ببيع ولادي، يعني ببيع ولادي علشان نازلة اتفسح، عشان نازلة ابص للطبيعة، عشان اسمي عايشة عيشة كريمة. لقيت نفسي اللي انا الاكل اللي كنت باكله في اي مكان مصر كنت باكله هنا، بس ببيع ولادي، ببيع ولادي في مدارس بتعلمهم الشذوذ والجنس، ببيع ولادي مع اصحاب بيزرعوا فيهم في افكار شنعاء، يعني ببيع ولادي. يعني الناس قعدت تقول لي اقعدي، ولاول ما تشوف الخطر على ولادك امشي، بس صدقني مش هتمشي، لان هم ما قدروش يمشوا، ولا حد هنا بيمشي. ما حدش بيمشي ليه؟ لان الناس بتشوفك مجنون لو انت فكرت تسيب البلد، سواء من اهلك على فكرة، او سواء من الناس اللي قاعدة هنا ومش حاسين ان ولادهم فيهم تغيير، لان هم نفسهم اتغيروا. صحيح. يعني صدقني هم نفسهم اتغيروا. يعني بدأت، كنت اول شهرين كنت فرحانة بالطبيعة، هنا الطبيعة جذابة شوية، يعني الطبيعة كأنك كده بنيت بيوت في وسط غابة ماشي، فبتمشي بقى بتلاقي مثلا حيوانات، بتلاقي حاجات يعني اكنك اول مره تسافر. انا كنت فاكره ان انا عايزه اسافر، يعني عارف اللي هو ايه، عايزه اسافر دوله اوروبيه، اسمي اللي انا عايشه بره. بدات اول موقف قابلني اني كنت في مول، وبعدين كنت لوحدي، وبعدين لقيت واحد شكله عربي وقال لي بيكلمني بالانجليش، انت عايزه تدوري على تويلت الكلام ده. المهم الراجل ده طلع مين؟ طلع لبناني. بقول له هو حضرتك عربي؟ قال لي اه. قلت له بقى لك قد ايه هنا؟ قال لي بقى لي حوالي 40 سنه. قلت له انت مبسوط؟ قال لي لا انا مرتاح بس ما مش مبسوط. قلت له ليه مش مبسوط؟ كان ده اول صدمه ليا. قال لي انا ابني عايش مع واحد بحلق اصبح شاذ، أعوذ بالله. ومراتي سابت لي البيت ومشيت، يا لطيف. ودلوقتي انا عايش فين؟ انا عايش طول حياتي على القهوة، هتلاقيني عايش هنا طول الليل والنهار، بس الوضع الاقتصادي عندنا في لبنان، كنت عايزة اقول له من 40 سنة وانت بتشتكي من الوضع الاقتصادي، الناس ربت ولادها وقومتهم وعيشتهم بالستر، بس انت خسرت كل حاجة. لسه بيشتكي ده من كانت الوضع اول صدمة. الاقتصادي، يعني ها يعني رغم ال هو لبنان حاجة وحشة. هو عايزة اقول لك المشكلة هنا في استراليا ان الناس هي بعيدة والتذاكر مكلفة جدا، فاللي بيتكلم بقاله مثلا 10 سنين ما نزلش مصر، بقاله 5 سنين ما راحش بلاده، ومش خلاص هو مش عايز يروح، هو نسي، هو مش عايز يفتكر حاجة، هو هو خلاص على فكرة بيسوغ، قلع لا شغله هو عايز وسافر. يرمي المشكلة اللي هي حصلت ليه وضياع أولاده وزوجته وعيلته، إنه يعني أنا لا اضطررت هو إن أنا أبقى هنا لأنه ما تزعلش مني، انا اسفه يعني مع احترامي ليهم، ما لو نزل بولاده ما تزعلش مني يعني هيتفضح، فخلينا هنا مستورين، ما حدش يعرف عننا حاجه، خليهم يفرحوا بشويه الصور اللي احنا بننزلهم، ويتحسروا على الوضع اللي احنا فيه. ده احنا بنتفسح، ده احنا عايشين حياه ما اقولكش. وعايزه اقول لك كلنا هنا عايشين عادي، عادي قوي، عادي قوي، ما فيش حد بيحوش حاجه. عارف اللي بيحوش مين بس؟ هما فئة الدكاترة، لأن مرتباتهم عالية قوي، او اللي بس بيشتغلوا هو ده اللي في في المخدرات او من تحت لتحت، يعني اللي هم الناس اللي هم ده على فكرة في جنسيات للأسف عرب كتير هنا كده. بس عايزة أقول لك إني يعني أنا مثلا كنت باخد كورس هنا، ففي 7 مسلمين معايا، طب حاجة حلوة قوي. لقيتهم إيه بقى الصدمة؟ إن هما بيطمنوا الناس إحنا بس مسلمين بالاسم، يعني بيطمنوا يعني ما تخافوش مننا احنا مسلمين بس بالاسم. ايه ده؟ ازاي تقولوا كده؟ جه رمضان لقيت ان ما فيش حد صايم غير واحده بس معايا، وصايمه كمان على مذهب تاني، يعني صايمه قبلينا بيوم. كل الصدمات دي شفتها، بدات اشوف اني بمشي في الشارع الاقي والله العظيم واحده بتتعرف عليها. يعني انا كنت مره في مول، فلقيت واحده بتقول لي ان جدتها
هجرت هنا ماشي، وهي متجوزة واحد فرنسي وهي ملحدة ملهاش أي علاقة خالص بالدين. يعني فعلا هنا أول ما الأب بيموت هو بيتبرأ من دينه، هو بيطمن الناس إن إحنا مش مسلمين. أنت متخيل أنا واصلة لإيه؟ يعني ليه أعمل كده؟ يعني ليه أتحط في موقف زي ده؟ هل أنا مرغومة؟ ليه بقى الناس قاعدة هنا؟ أنت قبل ما أنت لما تيجي هنا بتدفع في التأشيرة مبالغ مهولة مهولة والله. في ناس بتبيع فعلا كل ما تملك علشان تيجي استراليا. عايز اقول لك ان مهما كان القرار غلط احنا مش راجعين. ليه بقى؟ مهما كان شوفوا ولادهم بيضيعوا احنا مش راجعين. يعني عارف اللي هو ايه، ما احنا دفعنا كل فلوسنا احنا راجعين فين؟ يعني حرفيا عايز اقول لك ان الناس اللي عندهم دين هنا مشوا او بيخططوا ان هم يمشوا، لكن في ناس هنا كتير خلاص احنا جينا. يعني مش هنسى ان واحد كان منزل مشكلته ان بنته على جروب استراليا، ان بنته بتقول له انا من حق اختار ديني ازاي، وهو حاسس ان هو في مصيبة وعايز يروح لدولة تانية يربيها. الناس قالوا له انت مغفل تسيب منصبك وتسيب فلوس وتسيب ده كله علشان خاطر عيلة. يا أنانيين. فاهم ازاي؟ يعني الناس هنا خلاص الموضوع ده مش شاغل دماغهم. ليه اعرض؟ ليه انا بنتهك طفولة ولادي؟ ليه احطهم في الموقف ده؟ هتقول لي استني استنى ايه؟ يعني قول لي ايه الامل اللي انا شايفاه؟ الناس هنا بيقول لك احنا سافرنا عشان مستقبل، مستقبل ايه معلش؟ وفي المدارس ما بيعلمهمش حاجة، والله ما في تعليم في المدارس، just for fun. انت بتروح ابنك ما بياخدش حاجة تماما، بتفرح بيه بعد كده ان لسانه اتعوج وبقى بيتكلم انجليش. الناس هنا بتفرح ان ولادها نسيوا العربي، يعني ده مش اللي هو متمسكين بالعربي، دول هم بيتفخروا ان ولادهم نسيوا العربي. يعني انت فعلا بعد كده بيفرحوا ان هم بيقروا مصحف ومترجم، هم فرحانين بحاجة زي كده. انا اقعد ليل في حاجة زي دي استنى ايه؟ الله يعني يناديك حد يقول لي الله استنى، يناديك الله يعني يناديك. ايه الامل اللي جاي؟ الناس اللي بتقول عشان مستقبل ولادنا، ولادهم اصلا ما بيرضوش يدخلوا كليات بعد كده، يقولوا لهم ادخل ليه كليه وانا ممكن اشتغل كاجوال ويقبض فيه زي اللي بيقبض في الكليه. انتوا اللي تفكركم راجعي متخلف، واحد بيبقى فاكر ان هو مسافر وابنه يبقى زويل وفي الاخر ينزل يشتغل في محل. طب ما كنت تشغله في محل في مصر، ولا كنت شغاله في او محل في اي خليه ياخد دوله تانيه، دبلوم ولا في كنت مصر، شغاله صنايعي. دبلوم ويتعلم صنعة ايوه وخلاص. طب ما تشغله صنايعي، ما الصنايعي في مصر بيكسب، اشمعنى جاي في الغربه ومشحطط نفسك ولمم هدومك علشان في الاخر اسمك اللي انت في دوله اوروبيه. انا عايز اقول لك ان انت هنا الناس الكلمه اللي بسمعها منهم يا جماعه احنا ده احنا ولادنا، يعني مش بنلصمهم على الدين. يعني فعلا اقصى واحد هنا مثلا قابلته يقول لك الحمد لله ان ولادنا اصلا ممكن يطلعوا عارفين من الدين 50%، يعني دي حاجه انجاز. يعني هو شايف ان كده انجاز، يا يعني لطيف هو مش عايز اكتر من كده. يا لطيف. فبقول لهم طب دولة العيال دي هتربي عيالها؟ قالوا لي لا العيال دي هتطلع ملحده. يعني هم مقتنعين. طب لما يا جماعه طب احنا هنتحاسب على الناس دي؟ يقول لك ومحدش طب ما هو ابني بيتحرك سايبنا نروح ومحدش قطر. بيمشي، كله لا قاعد، كله عارف احنا ابني سيد، الخلل. لا لا ده الكلمة منتشرة هنا بقى، ناس تقول لك ابن سيدنا نوح كفر. هو احنا حسن من سيدنا نوح؟ يا يعني لطيف، انت يعني متخيل الناس سيدنا نوح عليه بتقول ايه؟ السلام والله وضعه العظيم ده بين الشواذ، ووضعه يتعلم الإلحاد والله من صغره، ووضعه بين أبناء الكفار ايوه فأكفر. يعني هذا سبحان الله. والله. لا لا ما هو ده مش، لا ولسه كان بيتقال لي وانت ليه حصر الدين في صلاة وصوم وعبادات؟ الدين أخلاق، لما واد يطلع عنده أخلاق أحسن بكتير ما يطلع عنده دين. يا ازاي الله أنتوا ازاي يعني المفاهيم نفسها اتغيرت. يعني أنت عارف بقيت حاسة إن أنا مجنونة في وسط الناس دي، أنا ربنا ليه ينجيك أعيش الحياة دي عشان إيه؟ يعني ربنا قول لي إيه ينجيك الميزة ويثبتك. أنا لما جيت هنا؟ لأ أنا هنا والله ما خدت حاجة ولا ميزة من اللي أنا عشتها هناك. حرفيا لما بكلم واحدة على مشكلة ديني تقول لي طب ما تنزلي تشتغلي لما يبقى عندك عربية ومعاكي فلوس هتنسي الكلام ده. ايوه يا الله مع احترامي تغور الفلوس اللي تنزلسيني ولادي هم وديني، عاوزينك ايه اللي انتوا الآن، بتقولوه ده؟ عاوزينك الآن تعدي المرحلة دي. على فكرة هم عملوا كده، كان في واحدة تشتكي على جروب في بريطانيا وأنا علقت لها، أنا مشترك في الجروبات على فكرة بتاعت السفر،
كاتبه انها حاسه باكتئاب وخايفه على اولادها وحاسه بخوف كبير جدا على مستقبلهم مش عارف ايه. لقيت النسوان صح تحت كاتبين لها كلهم طبعا متبرجات وكلهم يعني منزلين صورهم مش عارف ايه، كاتبين لها ايه سيبك من الكلام ده وحاولي ان انت تشتغلي وتشوفي حالك وودي العيال، يعني بيقولوا ايوه لها تخلصي من هذا الشعور ايوه لانه انت مش هتعرفي تعيشي قلتي كده. وخدت تريقة، انت نازلة تعيشيهم، عايزة تزرعي ولادك في مصر، عايزة تزرعي ولادك في دولة فيها رشوة ونفاق ومش عارف ايه. طب يا جماعة، طب ما احنا عندنا هنا مصايب اكتر، يعني ليه حاصريني شوية مشاكل في كبائر. انا هنا الفتن حواليا في كل مكان، انا حرفيا ابني لو قال لي انا خارج هنا مع صحابه دي هتبقى مصيبة، ما تزعلش منها، يخرج يروح فين؟ هنا الناس يعني عايزه اقول لك الاكل الحلال ده انساه بقى، يعني انساه بجد، اتكلم بجد يعني مع احترامي والله للناس اللي هنا، نادرا اللي بيتمسك باكل حلال، ما فيش الكلام ده، الكلام ده خلاص اتنسى. انت بتتكلم في ايه؟ ما حدش خلاص، ما مش لاقيين حد يقول لك سمي وكل، يقول لك اسمه ايه، ربنا غفور رحيم، يطلعوا اي حاجه علشان يحللوا العيش. ليه انا عايش الكلام ده؟ ليه انا عايشه دايما بدافع عن ديني؟ ليه حاسه دايما ان انا في قلق؟ ليه حاسه دايما ان انا ولادي بنتهك براءتهم عشان اسمهم ان امهم مسافره بره؟ عايزه اقول لك ان انا بقيت الاحظ، يعني انا نفسي اهو بقيت اشوف اي حد والله العظيم عايش في اي دوله عربيه هو اشرف مني، الله كان ينجيكم. لقمته القليله بشرف، بشرف عاش بشرفه ودينه، انا بعت ديني وبعت شرفي لا لا ان شاء علشان الله في الاخر ان شاء الله اختي انت عايزه بترجعي وانت عندك ضميرك لسه حي ولا تقتلي هذا الوازع عاي... اللي موجود عندك. تفضلي. انا ماشيه مش هقدر اعيش وسط الحاجات دي والله هتجنن خلاص. انا عايزه اقول لك ان انا فعليا بقيت حاسه ان انا عارف، انت الناس بتستمد هنا قوتها في ايه؟ ان هي تنزل صورها وهي بره مش عارف ايه، بقيت حاسه ان انا جيت غيظ الناس، غصت نفسي، محدش مهتم بيك اصلا، خلاص الناس نسيتك، الناس اصلا ما بقاش في بالها حرفيا. انا بشوف اي حد منزل صورته سواء في العيد او في الجامع او مع اولاده او لابسين بالستر او الكلام ده، واحسن مني، انا اللي متغاظه منه، انا اللي ببص له بصه شرف، انا الله اللي حاسه الله اللي هو عايش حياه عيشه احسن مني، انا اللي جيت هنا وعشت حياه، معلش هي حياه عاديه خالص. ويقول لك معلش بس بقى الدول الغربيه ما فيهاش تحويش، انت عايش عيشه ادميه، عيشه ادميه ايه؟ وانا بدافع دايما عن ديني، وان انا ببرر لاولادي، وان انا لا الناس اللي حواليكوا دول كلهم انا اللي واقفه في وسط الديار، ما تقوليش كوميونتي، كوميونتي ايه ونصه نصه اتخلى عن، يعني مع احترامي والله مش عايزه اجيب سيره حد، نصه خلاص قلع صوب الدين على المطار، فعلا ليه اعمل كده؟ قولي سبب في الدنيا يخليني اعمل كده، ليه اعيش الحياة دي؟ ليه اعيش وانا خايفة اموت هنا او خايفة ان عيالي يموتوا هنا؟ هنا بيكتشفوا بيلحقوا المسلمين قبل ما يتحرقوا، يعني قبل ما يدفنوا بالحرق، يعني بالصدفة في الجوامع والله، يعني قولي هنا مين هيدفني؟ انا لو مت هطمن ان عيالي قاعدين هنا؟ ليه اعمل ده كله؟ اديني ميزة واحدة ولا حاجة، ربنا ولا خسرت ينجيكي الدنيا والآخرة، ربنا ينجيكي والله أختي خسرت الدنيا والآخرة، ربنا ينجيكي ما كسبتش أي حاجة. إن شاء الله تنجح. ومعلش يعني عيشة مرتاحة في إيه؟ نفس الأكل اللي كنت باكله هناك بالظبط، هو بالله عليكي بالله اسمي عليكي اللي بالله أنا عليكي قاعدة يعني. أحسن أحسن، ده رغيف الطعمية ولا رغيف البطاطس مع السلطة في مصر أحسن من اللحمة عندكم والله هي نفس أحسن. الأكلة والله، هو نفس السرير، هو نفس الاوض، نفس كل حاجه، الفرق اللي انا يوم لما اعصابي، عايزه اقول لك ان ناس كتير عايشين على ادويه نفسيه أوه والله العظيم لانهم فقدوا اولادهم، وحياه ربنا ناس كتير عايشين على ادويه نفسيه، بس للاسف محدش بيتكلم عشان اه محدش ما يشمت حدش فيهم، بيتكلم في استراليا، محدش ولما بيشمت فيهم، واحدة لبنانية اتكلمت عن استراليا هجموها وقالوا لها انت فيكي وانت فيكي مفيش. وشتموها انا عايزه وطلعوا عليها اقول لك اشاعات على ان فكرة. في يعني انا لو نشرت الفيديو بتاعك الناس هياكلوكي في استراليا، هياكلوكي اكل. او احنا على اللايف ولا احنا على اللايف. اوكي. انا عايزه اقول لك اني في الاخر انا كنت في شيخ هنا بكلمه وقلت احكي له تجربتي، فبقول له يا شيخ هو دلوقتي انا عندي مشكله ان انا خايفه على طول على ولادي، قال لي تعالي سيبني
قلت له سيبني يا شيخ هي الحل. قال لي لا سيبني مش الحل، بس عندك حل تاني. قلت له انا عايزه امشي. قال لي بجد؟ قلت له اه. قال لي اه يا والله العظيم ربنا يبارك لك يا بنتي اهربي. بقول له اهرب ليه يا شيخ اهرب؟ انا بقى وبرضه انا عايزه اي امل، ما الناس حاسين مجنونه. قال لي انا عندي 5 ولاد، 3 منهم الحدوا أعوذ بالله. واثنين منهم بيضلوا والله العظيم 2 منهم بيضلوا مسلمين على الاسم، بس بيشربوا ويسكروا، يا بس لطيف. يعني بدعي ربنا ان هم ربنا يردهم لي تاني. بس يا شيخ طب المدارس الاسلاميه؟ يا بنتي انا شيخ تتكلمي في ايه؟ قعدت اجيبها له يمين وشمال. طب يبقى في ذره امل؟ يبقى في اي حاجه؟ ما فيش. ليه ازرع ولادي في بلد هم فيها اقليه؟ نعم ليه؟ نعم ليه؟ ربنا يعني يثبتك. اقليه كل ده بيروح مع الوقت. لو قعدت احكي لك على الحاجات اللي شفتها، شفت حاجات كتير. عايزه اقول لك ان كانت في واحده في امريكا كلمتني، تقول لي انا عشت 20 سنه في امريكا، لو عايزه اولادك يطلعوا بلا دين زيهم زي الحيوانات اطلعيهم، ولا هيهمهم الدين. يا شيخه ده الرقاصه في مصر اشرف من ولادي. استغربت قوي الكلمه، اقول لها ايه ده ايه ده، يعني كلمه جديده قوي. وتقول لي على الاقل الرقاصه في مصر بعد ما بترقص بتروح تعمل عمره، بتستغفر وبتتوب، بتيجي في اخر ايامها وتركعها على السجاده. انا عيالي بيتريقوا عليا وانا بقول لهم عايزه اروح اعمل عمره، بيقولوا لها كعبه ايه اللي انت والله حاضرينها؟ والله يعني انا هم كنت يعني انا لما بشوف حتى بعض الفساق عندنا في مصر دايما يقول والله ومش عارف ايه وربنا وربنا بيجي يسترها. في الاخر يتوب. ايه هنا صح. اللي بيروح ما بيرجعش، اللي بيروح ما بيرجعش. وعايز اقول لك ان انت بتبقى فاكر ان هي فتره مراهقه وراحت. لا 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 مفيش الكلام ده. ده عايزه اقول لك ان في ناس هنا بقى، يعني في ناس اتربت في مصر والله وجات على كبر وسابت الدين وغيرت اسمها. يعني عايزه اقول لك ان هنا يعني في اجبار على تغيير الاسم. يعني انا اسمي ابني اسلامي واسمي زوجي اسلامي، هو غيروه من غير ما يعني هو يتغير. هو اتغير في الشغل بيبقى ليه نيك نيم عشان ما يتعرفش هويته. معلش يعني ده اجباري. طب يا جماعة أنا ابني اسمه كذا، ليه تغيروا اسمه؟ لا لا احنا عايزين اسمه يبقى كده. طب فأنت فعلا يعني ده كده لسه بسم الله الرحمن الرحيم. طيب حتة بقى لنا ايه، الناس قعدت تقول لي طب خدي الجنسية وامشي. لقيت ان الناس ما بتمشيش. ليه غيرك اشطر؟ خلاص انت لو انا اخد اقعدي هنا الجنسية، طب ما انا لابنك هورط بتدرس. الذرية بتاعتي في المستقبل ما لما هو ده اللي انا اتكلمت فيه، ما هو ده اللي انا بتكلم فيه. ليه اعمل كده؟ ليه اتحاسب؟ معلش ليه ليه اتحط بين ايدين ربنا يحاسبني ويقول لي انت اللي جيتي هنا، انت اللي زرعتي ولادك هنا؟ الناس شايفه ان ده مستقبل لولادها، مستقبل في ولادها في ايه؟ معلش يعني قولي لي كده حد هنا ابنه طلع اينشتاين ولا طلع زويل؟ ده اقصى طموحهم يتحايلوا على العيال اللي هي تذاكر في ثانويه عامه علشان يدخلوا كليه، ويقول لك لو دخلت ابنك كليه هنا يبقى انجاز. دخله بس اي حاجه، اقنعه بس اللي هو يذاكر. العيال هنا ما بتاخدش حاجه في المدارس والله، ولا هوم ورك ولا نيله، بيرجعوا وشهم على في التاب والمواقع زي الزفت، ويدخلوا في جروبات الله اعلم بيها اصحابهم بيدخلوها فيها. العيل بيضيع وهو خلاص. اوعى تفتكر اللي انا يعني اللي بتكلمك دي لو قعدت كمان شويه انا هزهق، انا خلاص ما بقاش عندي طاقه رب لوحدي. يعني الله انت ضد المستعان. التيار. انت فعلا اللي يقول لك انا جيت هنا شفت حاجات والله ما شفت، يعني اقول لك ايه 1 من 10 ست منها شهور كل اللي انا كنت فيها في الكلام ده مصر. في 6 شهور، كل الكلام ده اكتشفتيه في 6 شهور. والله شفت حاجات. معلش يعني مع احترامي انت بتدخل في اي مكان بتلاقي علاقات كامله والله العظيم مول، يعني عيال صغيره. ايه يا جماعه اللي انتوا بتعملوه ده في المدارس هنا؟ في معلش يعني واحد كان المدرس بيقول يا جماعه انا بشوفهم اصلا يعني بره المدرسه، معلش في مواقف بشعه قوي قوي يعني علاقات والله بره المدرسه. مثلا تلاقي الواحد ماسك بنت مش ممكن، احنا وتلاقي بقى مدرس بيقول لك لا عندنا طب في هو مصر المدرسه الجماعة اللي عايشين في أوروبا عملوا فيلم طويل عريض لما ولد قبل بنت في الشارع والدنيا اتقلبت ومش عارف ايه، مع انه ده ده. حدث. عايزه اقول لك ان المدرس ده بيقول لك معلش في حاجات صعبه قوي بيحصل جوه المدرسه، وانا كمدرس ما اقدرش اتكلم. عملت واحده قالت له لا على فكره في مدارس قويه جدا عاملين بس في كلاس للموضوع ده، يعني عاملين فصل للموضوع ده، يعني ده بقى مدارس متشدده، يعني يدخلوا الكلاس يعملوا فيه قله الادب دي، عاملين لهم مكان فاهم، ما شاء فما الله. تعملوش بره يعني مش قدامي. اه دي المدارس المتشدده. فانا ليه دايما يعني عايز تقول لي ان انا ابني هيسمع كلامي لما اقول له اوعى تعمل الغلط ده؟ هيشوفني خنيقه هيقول لي حاضر حاضر،
يروح يعمل اللي هو عايزه، هعرف منين؟ أعوذ قول لي بالله. هعرف منين يعني؟ ولا نعم. هعرف والله. هنا عايزه اقول لك يعني يعني فعلا بيتعملوا غسيل مخ، ما الطفل ملوش علاقه خالص اصلا بالاسلام. انا ببيع ابني، ببيع براءته، ربنا ببيع يناديك. ديني، خلاص بقى خلي ابوه وامه يتفسحوا، وخلي الناس تبص لهم كانهم مسافرين بره جنة. وما فيش زيهم اثنين، بس في الاخر انا اللي خسران والله. إن شاء واي الله، حد إن شاء ربى الله ولاده تربحي، تربحي إن شاء الله، بالستر تربحي في اي بإذن دوله الله. عربيه والله، ما ده انا بتكلم فيه، اي حد ربى ولاده بالستر هو اشرف مني. انا ما كسبتش حاجه وانا إن شاء خسرت الله كل حاجه. تربيهم، تربيهم في بلدك إن شاء الله على الخير والحق بإذن الله. وتتصل علينا إن شاء يا الله رب. بعد ما اللهم ترجعي، امين. وربنا يكتب أجرك الله يخليك بهذه والله. النية الطيبة. خلي بالك يعني لا تقتلي هذا الوازع، وازع الخير اللي عندك الآن، لأنه المحاولة استحيل، ما القادمة. انا حسيت لو قعدت هتطبع. يقول لك اندمج في المجتمع، اندمج ازاي؟ ازاي اندمج؟ ازاي اشوف حاجات، ازاي اشوف حاجات موقبات قدامي واباحيات واندمج؟ ازاي ابقى من غير ضمير؟ ازاي ابقى طب انا مقدور عليا، ولادي ذنبهم ايه؟ قول لي ذنبهم ايه في الدنيا ان هم جميل. يطلعوا ويقلفوا المعاصي، ان ده بالنسبه لهم عادي، ان كل اللي بيحصل قدامهم ده عادي، احنا واللي بيعمل عندنا المعصيه كانك المعاصي، مش عندنا واعي. المعاصي حتى لو وقعت حتى في الشارع زي ما بيقولوا، بيقول لك انه بقى موجود، معروف انها غلط، هي مش حق ولا هي شيء عادي، هي حاجة شاذة. يعني الولد والبنت اللي صوروهم وهم موقف مش كويس في الشارع، عندنا في مصر كل مصر انقلبت عليهم، والولاد راحوا اتاخدوا بيحصل امتى بس؟ معلش الموضوع ده، الموضوع ده بيحصل امتى؟ بيحصل مثلا في قد ايه من الدقيقه؟ دقيقه مثلا بس ابني ما شافهاش، ابني ما تعرضش ليها، حادث فردي، حادث. لكن هنا ده، طب ده النورمال. معلش انا يوم الخميس، السبت، الحد، مع احترامي يعني، صوت الحفلات والسكر وقله الادب توصل جوه بيتي. ده ما تزعلش مني، الدخان بتاع المخدرات بيوصل جوه بيتي. انا عايشه فين؟ فاهم؟ بتقفل الشباك عشان ما نشمش، عشان ما نسكرش يعني. انا مخي هيتلحس يعني، يا انت متخيل ربنا انا قاعده يديك، جوه بيتي ربنا يديك. حواليا الجيران من كتر ما بيعملوا الحفلات في الويك اند؟ الحاجه بتدخل جوه بيتك، اوعى تقول بقى ان انت هتربي ابنك وتقفل عليه والكلام ده. لا لا، ده هو مفيش جاي لك الكلام ده، لحد مفيش بيتك، الكلام ده ده. هو جاي لحد بيتك، ده هو هو جاي لك جيرانه. لغايه بيتك، ليه تعمل الكلام ده؟ يعني انت استفدت ايه؟ ولا حاجه. يقول لك عيشه نظيفه، عيشه نظيفه فين؟ معلش معلش يعني ايه النظيف اللي فيها؟ معلش يعني دي انت عيشه نظيفه، وعيش في بيت حلو قوي، بس بتدفع اصلا ايجاره نص مرتبك، تمام؟ يعني مش ده، مش واخده ببلاش، بس عايش من غير شرف، من غير دين. اقول لك عشان ابقى واقعيه، بنص شرف بنص دين. لو عارف ان ابنك بيعمل حاجه غلط بس انت مش قادر تفتح بقك علشان ما يسيبلكش بيت ويمشي. يا شيخ، ده انا قابلت واحده هنا ان اللي بتدافع عن استراليا خايفه تقول لبنتها قومي روقي معايا لحسن البت تطفش. أمي يعني أمي يعني انت ساعديني، يعني بتتكلم في ايه؟ أمي ساعديني، يعني عندنا البنت والله بتطبخ حسن مع البت أمها، تطفش. سبحان الله. وطالعه تقول لك اصل انا حواليا الحوارات دي كتير. يا شيخ، يعني ده بديهيات. هنا محدش متحسس على الطفل، لان انت عارف اللي هو عامل بلاوي، عارف اللي هو فين مكفيه، بس انت مش عايز تفتح عن نفسك نار جهنم. سبحان الله. احنا والله عندنا انا في في واحده بلادنا بسألها، بنربي الاهالي، بيربوا اولادهم، ولما يكبروا اولادهم بيشيلوهم. في الغرب انا عايز اقول لكل الاباء اللي بيقولوا احنا بنعمل مين مساهمة ده لاولادنا، هو اصلا في هتربى دار اولادكم، مسنين؟ وش ده لو هتربى لقى حد اولادك، يدفن؟ ولما يكبروا هيرموك في دار مسنين، او ربما يعني مش هيرموك في دار مسنين، هيسيبوك اصلا ويمشوا ولا هيعبروك اصلا في ايوه جزمة. ايوه ايوه ما هو ده اللي انا بتكلم عندنا فيه. البنت انت وهي اصلا في الاعدادي، معلش اختي، بتنظف وبتساعد امها في البيت. هناك في اوروبا وفي ايوه المانيا مستحيل ام تحاول ان هي تخلي بنتها تساعدها، والا بنتها هتروح تشتكي تقول امي بتشغلني في البيت. على فكره ده ممنوع بالمناسبه، يعني من غير ما قانونا. تشتكي هي قرفت منك اصلا. ده انت بالنسبه لها امي خانقه قوي، حرام حرام، وعيب وعيب. ده انا كمان لو مهتمه كمان، وفي نفس الوقت المجتمع كله بيعمل حاجات، ما فيش غير امي وصاحبتها القرشانه اللي عماله تقرفني في عيشتي سبحان وتقول لي الله. يا بت ما تعمليش ما تعمليش ما تعمليش، والمجتمع كله بيعمل. فهي اصلا يعني ما هتصدق تخرج من البيت ومش هترجع والله. يعني بص، هتروح ومش هترجع، وده فعلا ده بيحصل كتير. يعني عايزه اقول لك ان بتدخل هنا الجوامع بتلاقي ناس قاعده بتعيط في الجوامع، مالك؟ اصل انا بنتي مشيت، اصل انا بنتي هربت مني، اصل انا بنتي. والله انا عايزه اقول لك بتلاقي مهازل دكاتره الجامعه قاعدين بيعيطوا.
بيعيطوا في الجوامع على المصايب اللي هم فيها، تتوقع فيهم واحد هيتصل بيك ويقول لك اصل انا لا ندمان؟ هو في اللي مكفيه اصلا، هو عمال ياخد الادويه النفسيه بتاعته عايز يعيش. ربنا انا ينجي ليه الجميع، اوصل للحياه الراتبه ربنا اللي انا في ينجيك. الاخر هاخد، وان انا في الاخر يا اما معتبر ابني ده مات وعايش لنفسي انا؟ ليه اعيش الحياه دي ما فيهاش اي حاجه، ما فيهاش اي حاجه، هي حياه عاديه قوي، واسمي اتغربت، واسمي بعت عيالي، واسمي. طب قول لي ايه الميزه؟ عشان بس مفيش الناس، على فكره كل الناس بتستمد قوتها من حاجه واحده، الناس بس اللي في مصر بصلهم او في دول عربيه، الحق ده مسافر بره ما تشوف لي كده سفريه، اقول له بقى دي صعبه بقى، اقعد ادرس ايلتس واقعد ادرس كورس انجليش او عدل شهاداتك وامتحن ومعاك فلوس عشان تسافر، فاهم؟ ارسم عليه الدور واحس ان انا اعلى منه، وانا عارف ان انا ولا اعلى ولا حاجه والله، وانا سبحان الله. عارف ان انا بيني وبين نفسي ان اي حد عايش عيشه ومكفي بيته والله هو احسن مني، والله العظيم هو احسن مني، ربنا ان ابنه ينجيك، في حضنه ومربيه على الشرف والاخلاق هو احسن مني. ربنا ما فيش حد ينجيك مرت. بيقول لك هنا ان القرار كان خاطئ وان لازم يكون فيها من رجع، ما فيش هنا حد عنده دين الا وفكر يرجع، والله والله والله. الناس بقى اللي عايشه ان في ناس على فكره نفسها ترجع بس ولاد رافضين، وفي ناس تقول لك ايه طب هم هيرجعوا تاني لما نكبر، خلاص بقى خلينا قاعدين وخلاص، يا وفي لطيف، ناس تقول لك ايه علمهم شويه من الاخلاق بس سيبهم للمجتمع يندمجوا. يا يندمج ايه يعني؟ انت هو فاكر ان هو مع احترامي يعني ابنه هيروح يشرب ويخرج ويعمل حاجات وحشه ويجي يقف على مصليه يا رب انا تبت؟ مش هيعمل كده اصلا، هو شايفك اصلا انت بتعبد مين؟ ده هنا بيتفخروا ان مفيش اله، يعني ما حدش هيقف هنا على مصليه يعيط، هو شايفك انت ولا هيدخل يشوف امه بتقرا في المصحف فيا انا عملت ذنب ولازم استغفر ربنا؟ الكلام ده في حياة الروايات، مادية، هنا انا كنت هناك فاكره. الحياة مادية رهيبة يعني، ما فيش يا جماعة وانت الكلام. انسى ان ابنك ربيته على الاخلاق، والله امي قالت لي ربيت ابني على الاخلاق والقيم والصوم والصلاه، بقى دلوقتي بجح فيا وشايف اللي انا بقوله له ده ولا حاجه، ودماغه كله اتلحس والله يا بالافكار الله، الغربيه، عموما فانت ربنا فعلا ينجيكي خلاص. أختي، وربنا يكتب أجرك. وأنا مش عارف والله يعني، أنا شايف إن خفت الرجوع عليه، انت خلاص اخذتي قرار خايف ايه؟ العودة ان شاء الله، اكيد يا اه ربي إن شاء ربنا الله. يوفقك. طبعا وندعو طبعا لك، اطلب من جميع طبعا المشاهدين الدعوة، دعاء للاخت، طبعا، اطلب من جميع والله المشاهدين تغور الدعاء فلوس للاخت. الدنيا والآخرة، نعم، تغور فلوس الدنيا والآخرة والله، بس في الآخر يبقى أولادي في حضني، في ربنا الآخر ينجيك. أبقى فخورة بيهم، عندي إن ابني يبقى معتز بدينه أحسن ما يبقى معاه شهادة من بره وهو أصلا ما تزعلش مني بلا دين. ربنا معلش ينجيك. الشهادات اللي بيتريقوا عليها في الدول العربية هي اللي جابتنا هنا، هي ايه، اللي وهم هو عدلناها ليه وجابتنا هنا. فرنسا المستشفيات كلها بتعتمد على الناس اللي درسوا في الدول العربية. اوروبا الان، في كندا واوروبا، بياخدوا من اللي بيسافر ليهم عشان يشتغلوا عندهم، ما كلهم دارسين في الدول العربية. انتوا مفكرين هذه الاموال اللي بالضبط انفقت عليكم في الجامعات العربية في مصر وفي المغرب وفي الجزائر وغيرها، هم بياخدوها على الجاهز. هم بيصرفوا، لو هم هيكلفوا على طالب واحد من الصغر لحد الكبر بيكلفهم ملايين. فالناس للأسف ايوه الناس بتستحقر نفسها على الفاضي، وللأسف الشديد هذا كله بسبب الإعلام معلش وبسبب يعني. الانبطاح اللي موجود في الغرب. انا قابلت واحده عايشه هنا وبع احترامي يعني عندها 4 اولاد ويحالها بالبلا وتاخد دواء، وبعدين فبقول لها ايه ده هو انت معلش انا ما عرفتهاش اصلا، عماله اتصل بيها انت فين؟ فقالت لي انا اللي قدامك. قلت لها ايه ده انت مش محجبه؟ قالت لي بقى ما خلاص بقى اصل انا بصراحه بقابل هنا مصريين بحجاب وبضطر ان انا اقلع الحجاب علشان اشتغل، يا فانت الله، بتتكلم هنا ده بيحصل، ده بيحصل، ده بيحصل، لأن مع الدنيا انه مش خلاص ممنوع، بالنسبة ولكن لك. لكن هي عشان تمشي امورها لا زي مين قال؟ لا انت هنا بتترفض في الشغل، مع احترامي يعني الشغل هنا محدش هيقول لك انت مش لابس حجاب، بس بتترفض تترفض تترفض تترفض، تضطر تقلع الحجاب تلاقي نفسك اتقبلت، محدش بيقولها لك في وشك يعني، محدش بيقولها لك في وشك انت وحش، فاهم ربنا ينجيكم يعني؟ او اختي، اللي انت ربنا بالظبط. ف ينجيكم وييسر أموركم. وأنا سعيد جدا بهذا الاتصال. وأنت هل تسمحي بنشر هذا الاتصال في فيديو مستقل أم نتركه في هذا اللقاء المفتوح؟ لأننا متأكد أن الجماعة لا في عادي ما فيش المنبطحين في مشكلة أصلا، استراليا هيأكلون أكل،
فدمرونا. ما فيش مشكلة، ربنا ينجيكي، ما فيش واطلب من مشكلة. جميع بس المشاهدين الدعاء للاخت، ربنا ييسر امرها ويوفقها ويعينها. انا اصلا كنت طالبة من حضرتك اللي انا اصلا انا ماشية يعني، ده خلاص بإذن الله يعني، بحجز اصلا يعني، لاني انا مش هقدر اعيش في الجو ده، او هو ما يناسبنيش، او يناسب اي حد اللي هو بيلعب قمار بعياله، ان هو يا نجح يا فسد يا مش عارف ايه. اوكي ذاتس رايت، اعمل كده، اضحي بولادك، العب بيهم فعلا، اشوف هتنجح ولا لا. انت بتغامر يعني، يا ولد فسد يا ولد ما فسدش، يا ولد نجح يا ولد ما نجحش، ليه؟ عشان ايه؟ مش حاسه ان انا مضطره لده، ما هوش يعني خلاص ان الحياه ضاقت بيا اللي انا عايش كده، نعم، ملهاش اي هو لازمه الإخوة اللي عايشين في فعلا. انا استراليا بشوفهم دايما يستشهدوا بالمساوئ الموجودة، يقول لك مصر الأسعار ارتفعت والانحلال الأخلاقي موجود برضو وكل هو شيء. الاسعار ما ارتفعتش هنا؟ الاسعار ما ارتفعتش، معلش الاسعار بترتفع والله العظيم كل شهر، والله العظيم الاسعار ارتفعت كل شهر، معلش يعني كلنا شحاتين هنا، كلنا عايشين على الطبقه المتوسطه، وبقول لكش ما فيش غير الطبقه بس اللي هي بتاعت الدكاتره بس هي اللي بتقبض عالي، لكن احنا كلنا هنا ولا حاجه، والله ولا حاجه، بس اسمنا بس ايه، خلينا احس ببرستيج كده، واقوم مصوره كام صورتين كده، الناس تقول لي يا واو اتس اميزنج، فاحس كده ان انا غنيه، واحس سبحان كده ان انا الله، بنت ناس، بس انا ولا حاجه اصلا، ربنا بس ينجيك انا ان ولا شاء الله. حاجه، انا بقول لك انا انت ولا حاجه. كمسلمة قيمتك كبيرة عند الله سبحانه وتعالى، ف ايوه ما اصبري هي واحتسب ما ليه. دام ولا حاجه يبقى عايش بديني بقى نعم يعني، خلاص بقى نعم يعني، ما انا عايشه بولا حاجه، معلش يعني احنا بنروح نقابل بعض ولا بنروح، كلنا لابسين عادي قوي، اوعى تفتكر بقى اللي داخل عليك بعربيه مرسيدس ولا عربيه بي ام، كل الناس هنا عايشه عادي قوي، عادي قوي يعني. طب ما خلاص يا جماعه، ما نعيش عادي يعني، ربنا ليه ينجيك جايين اختي. قلعين جذور؟ قلعين ليه؟ ليه احط ولادي في دوله هم فيها اقليه؟ نعم ليه؟ ايه نعم اللي ايه اللي هقابل ربنا اقول له ايه؟ ربنا هقول له ينجيكي ايه؟ اقول له ايه وييسر لك السبب ان كده؟ شاء الله، باذن الله، بهذه الروح وبهذه النفس الطيبه. اسال الله سبحانه وتعالى ان يكتب لك النجاه وترجعي الى بلدك سالمه غانمه باذن الله، وان تكون هذه الناس المكالمه بتقول سببا وانتي ليه ايضا في جامعة؟ اعاده تفكير الاخرين في قرار الهجره او في البقاء في هذه البلاد. نعم، تتفضلي تختمي لو عايزة اقول عندك لك شيء. ان في ناس تفضلي. بتقول لي بس انتي ليه جامعة معلومات رهيبة في الفترة دي قليلة. ليا صحاب كتير، كلمت ناس كتير، دخلت على جروبات، بقيت ادخل اقول للناس معلش ممكن نتكلم، شوف تجربة ده، اعمل ده، اجيب رقم اقول لك شيخ، انت جمعت اعمل المعلومات كذا، دي كلها لان بسرعه حاسة ليه؟ اقول لك انا بقى انت جمعتيها ليه؟ لان انت رايحه لان بروح، حاسة ان انا مكان غلط. لانك انت رايحه بروح تانية مختلفه عن اللي رايح مثلا يفضل 10 20 سنه مش واخد باله احنا قاعدين وفجاه لا، انت بالظبط رايحه فعلا بالظبط تشوفي المجتمع ده اللي انا هكمل فيه حياتي مع اطفالي. اللي انا مش هكمل حياتي، بس اللي انا هحط عيالي فيه، اللي انا ابني يبقى طالع ده هيطلع عامل ايه بعد كده، بقيت ابص في وشوش الناس اللي حواليا، بقيت اشوف ولادهم عاملين ازاي، نعم بقيت اشوف اللي ربى ده ربى صح ولا لا، بقيت تسأل الناس معلش انت ربيتي ولادك كويس ازاي، لو نموذج قدامك كويس، قالت لي احنا من 30 سنه ما كانش فيه الكلام ده، ما كانش فيه الحاجات اللي انت شايفاها، وقابلت مشاكل كذا وكذا وكذا، وبنتي كانت عايزه تتجوز واحد من غير دينها، ووقفت قدامها وتحديت، وابني كان برضو وقع في المعاصي سبحان الله، وشرب والكلام ده، بس دعيت له وشديت يعني كانت برضو بتواجه مشاكل، بس ما حدش هيقول لك الكلام ده غير لما يتصاحب عليك، كل الناس هنا زي الفل، بس اتصاحب عليها، بس افتح لها، فعلا هتفتح لك قلبك، هتطلع احد لك الاخوه مناوير. قال لي ان هو كان بيروح المسجد يلاقي الناس هناك كلهم يحكوا له على مصايبهم ومشاكلهم وحياتهم وكذا، كفاية واول ان مفيش دعوة هنا، الدعوة الوحيدة اللي الشيخ بيدعيها هنا اللهم كره ولاتنا الفسق والفجور والعصيان وحبب اليهم الايمان، ما في بيتعيش باي حاجة غير كده يا جماعة، ركزوا، راجل بيقول ايه؟ ده شاب بلاوي، عشان كده ما بيتعيش غير بالدعوة دي. قلت لهم انتوا مش سامعين الراجل بيقول ايه؟ سبحان الله، بيتوقف معايا، قلت له الشيخ والله كل الناس بقى جاية هنا لغرض دنيوي اللهم بحت، سمع. هو الاخ انت بيقول جاي ان هو هنا؟ لما بيخش المسجد الناس بتقعد تشتكي له من الحياه وعياله راحوا ومش عارف ايه ايوه، وكذا، طب ما انت واول ما عايز يقول لهم تعرف بلاوي المجتمع. اول ما يقول لهم طب يلا نرجع بقى يلا نروح، يقولوا له لا ما هو الوضع عندنا زي الزفت وهنروح فين ومفيش بلد فتحت لنا بالظبط وكده يعني. بالظبط، انت تعالى تعالى هنا عايز تعرف بلاوي المجتمع، يا تتكلم مع شيخ جامع والله، يا اما تتكلم مع استشارية نفسية، يا هتحكي لك بلاوي، هتقول لك ان المدارس الاسلاميه بيجي لها منها المثليين واللي ادمنوا مخدرات وي وي نعم وي، يعني فعلا لا حول ولا قوه. انا حتى ولادي يا اما انا هبعتهم عن المجتمع الاجنبي، يا اما هحطهم في وسط ناس عرب
يا نصهم تخلى عن الجين وعايز يندمج، يا نصهم تاني سايب ولادهم للاجانب. يعني في ناس محافظه اه بس سايبه ولادها للاجانب، يقول لك ما انا كده كده الواد هيكبر ويبقى هنا، فخليه يندمج، خليه يبقى يا لطيف. عارف يتعامل ازاي مع كل الطوائف. ما عندهمش مشاكل من كده، ماشي الناس دي كويسه، بس مش نعم مدركين مدى الخطر اللي جاي لهم نعم، بعد على كده، فكرة، مش على فكرة مدركين ان خبر الواد أخير أختم به الكلام بتاع حضرتك. في مؤسسة أو منظمة في استراليا نشرت خبر، الخبر أمامكم على الشاشة، إنه المدارس الدينية، طبعا الدينية يعني إيه، الإسلامية والنصرانية واليهودية، سوف تجبر على تدريس أجندة الشواذ أو المتحولين. Religious schools will be forced to embrace transgender ideology. ما أعرفش embrace دي معناها إيه، يعني تبني أيديولوجية المتحولين جنسيا. هذا نشر بتاريخ 10 فبراير 2023، وهذا الكلام سيطبق على المدارس الإسلامية قبل النصرانية وقبل اليهودية. هذا كلام يا جماعة بالضبط. الأهالي للأسف الشديد مش واخدين بالهم، حتى اللي بيدوروا على الحلول الأخرى بيقول لك هندرس منزلي وهندرس مش عارف كذا، كل الطرق مغلقة. أنت في النهاية بتدور على، بترقع، يعني هذه ترقيع، آسف على الكلمة، ترقيع الدنيا بالدين والعياذ بالله. جزاك الله خيرا، وآسف جدا يا أخواني، الله تأخرنا يخليك. بصراحة، لا احنا ولا يهمك، دخلنا على 3 ساعات. شكرا جدا، شكرا أنا جدا أشكرك لحضرتك، والله، أشكرك فعلا على شجاعتك وصراحتك، وأعتقد أن مكالمتك دي الله هتكون يبارك. سبب في تراجع كثير من الناس عن قرار الهجرة، أو على أنه هي تشجع الناس على الهجرة، لأنه في ناس كثيرة محتاجة حد يكلمهم بصراحة. وأنت تقريبا، أنت والأخت اللي من الدنمارك أكتر ناس كانوا صريحين جدا، بس بلاش تجلدي في نفسك والله أكتر احنا من كده، يعني نتمنى حاولي أن أنت ان الدول العربية زي مثلا السعودية ترفع الرسوم، لان معظم الناس اللي هنا جت يقول لك ما بقى فرضوا علينا الرسوم واضطرينا نيجي هنا عشان شمل الاسرة. صحيح صحيح. الاسرة ايه معلش اللي لمت شملها ونصهم بيطلقوا والنص التاني ولاده أي بيضيع والله، لم هو بيلموا يعني. الشمل على فكرة. صحيح، هو فعلا الدول الأوروبية يا جماعة، أقولها لكم معلومة، جميع الدول الأوروبية الآن تسمح بلم الشمل، بس أنت بعد ما تلم شمل الأسرة، الزوجة والأولاد، شهور قليلة أو سنة أو سنتين، أو عاجلا أو آجلا، سوف صح، تتفرق هذه الأسرة والعياذ بالله، إلا من رحم ربي. فخلي بالك، ربما ما هو انت تكون خلاص بقى، الشيء اللي أنت بتتمناه يكون سبب في هلاكك. شكرا لك أختي الكريمة، بارك الله الله فيكم، يبارك، ويسر الله ماشي مع أمركم، ألف سلامة، وجزاكم الله خيرا. شكرا للأخت الكريمة، مع وبها السلامة. نختم هذا اللقاء.